السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على المشكلة الكبيرة اللي قايمة في العالم كله، مشكلة اللي بين أمريكا والصين، أو لو قلنا بمعنى آخر اللي هي المشكلة بين جوجل وهواوي، لكن هي في الحقيقة بين الدولتين الأمريكا والصين. ودي أنا بمثلها بلعبة العض على الأصبع. العض على الأصبع اللعبة، طبعا دي لعبة عربية قديمة بتثبت مدى قوة الخصم، وبيعملوها عشان يحددوا مين اللي عنده قوة أو صبر أكبر من الآخر، ومين هيستحمل ويقعد للآخر يعني. فاللي هو اللي أنا شايفه دلوقتي إن بين أمريكا والصين اللعبة دي اللي دايرة، لعبة عض الأصبع. بدأت المشكلة بإن أمريكا أو ترامب مضى على قرار بمنع بحظر التعامل مع شركة هواوي الصينية، و68 شركة صينية أخرى بتتعامل من خلال شركة هواوي يعني. وقامت الضجة وكبرت، وطبعا المشكلة دي قديمة من كام سنة شغالة، وبيتهموا هواوي أو الصين، لأن شركة هواوي أصلا يعني فوق 95% تملكها الحكومة الصينية يعني، أو أكتر من كده بكتير بتملكها. إذا هي شركة حكومية صينية يعني تابعة للصين، وبتتهم أمريكا دائما بإن هي بتتجسس على أمريكا من خلال التكنولوجيا بتاعتها. فمنعوا وعملوا حظر إن أي شركة أمريكية تتعامل في تكنولوجيا مع شركة هواوي. وأعلنت جوجل، ويمكن اديت سماحية 3 أشهر لهواوي لاستخدام نظام الأندرويد وجميع أنظمة جوجل، جوجل بلاي واللي هي التطبيقات يعني، خلال 3 أشهر. بعد كده طبعا جميع مستخدمي هواوي والأجهزة القديمة هتفضل شغالة تمام، مفيش مشكلة. بس مشكلتها إن الأندرويد نفسه مش هيبقى فيه أي تحديث، ولا تحديث في العملية الأمنية يعني السكيورتي وكده، ومش هيقدروا يستفادوا من التطبيقات الجوجل بلاي اللي موجودة بعد ال3 أشهر دي. طبعا هنا في مشكلة كبيرة، لكن هواوي واضح إن هم واخدين احتياطاتهم وعارفين المشكلة من زمان، بيقولوا احنا عاملين حسابنا وهنطور، هياخدوا نسخة من الأندرويد المفتوحة ويحاولوا يطوروها وباستمرار يزودوا فيها عملية الأمنية. ده كلام، هم عندهم نظام جديد بيشتغلوا عليه من فترة بس مش جاهز للشغل، اسمه هونج مينج. هونج مينج طبعا دي بالصيني، هونج مينج اوبريتنج سيستم. فده هم يعني دي الاحتمالات ان هم اللي بيسعوا ليها الحلول الخطوة القادمة يعني، ان عشان يخرجوا من الأزمة دي يعني. طبعا هو ترامب او امريكا، ترامب سياسته اللي شفناها كتير في السنوات الماضيه، نظام رجل اعمال يعني، ونظام بيضغط على بعض الجهات وبعض الدول وبعض المؤسسات، ضغط ضغط، عمال ياخد منهم فلوس وضرائب وعمولات ويدفعوا. فهي حل الاسهل على هو ان هي تدفع وتعدي الموضوع. بس واضح ان الصين داخله في طريق تاني، ان هي لا، واضح ان هي عاوزه مثلا تحسن نظام التشغيل بتاعها اللي هو الهونج مينج ده، ويطوروه وينزلوا اجهزتهم بيه، ويمكن يشجعوا على الاجهزه القديمه برضك ويعودوا الناس عليه واحده واحده. واضح ان هم الصين لو دخلت في الموضوع ده وفعلا نزلت بالنظام الجديد ده، هنا في المرحله دي هتبقى امريكا خسرت خساره رهيبه. وبيفكرني الموضوع ده بنوكيا، شركة نوكيا زمان لما عرضوا عليها الأولاد اللي اخترعوا ابتكروا نظام الأندرويد، وعرضوا عليها نظام أندرويد. طبعا كانت بتشتغل زمان نوكيا بالويندوز، فهم يعني استكبروا وقال لك ايه ده، واحنا مستقرين وشركة مستقرة والوضع تمام والأمور في السيطرة. وبعد لما انتشر الأندرويد، وطبعا نوكيا خسرت وضاعت خالص وانتهت يعني، حزنوا بالمشكلة وإنهم خدوا قرار خاطئ يعني، إنهم ما جابوش العصر. فلو خدت هواوي ومشيت في النظام الجديد ده وظهر ونجح، انتهى يعني خلاص يعني، يبقى مش هيبقى بنفس. بس المشكلة كمان مش بتتعلق بإن هواوي بس وإن هي ممكن تخسر، بالعكس ده أمريكا نفسها هتخسر جامد، وشركة أبل هتخسر خسارة رهيبة يعني. إن شركة أبل ليها حوالي 30% من سوقها في الصين، وهنا قامت حملة، بدأت فعلا بالفعل حملة في الصين وطنية من الشباب والأفراد الصينيين بمقاطعة المنتجات الأمريكية، وعلى رأسهم أبل. ويعني ناس كتير اتكلمت، حتى قالت أنا بشعر بالخجل والعار إن أنا معايا تليفون أبل في المشكلة دي، وإن أنا بلدي. وهيبتدوا إن هم
يبعدوا عن ابل وعن المنتجات الامريكيه، وكله يمكن يستخدم منتجاتهم الصينيه. هم طبعا الصينيين متشددين جدا في موضوع انتماء لبلدهم، فهنا المشكله هتزيد قوي قوي الموضوع، ويمكن امريكا تعيد حساباتها ويحصل تغير وتعديل في الايام القادمه. واللي انا شايفه زي ما قلت ان هي لعبه العض على الاصبع، واللي يصبر اكتر ويكون قوي في التحمل يعني هو اللي هيعدي في المشكله دي. وهنشوف مع بعض الايام الجايه هتجيب لنا ايه.